المسيد أو معرض الدخول المدرسي في طبعته الثالثة هو تظاهرة تجارية بالدرجة الأولى من تنظيم الجزائرية للمعارض فرع مجمع صافاكس تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات من 8 سبتمبر إلى غاية 21 سبتمبر من نفس الشهر. هذه الطبعة تضم حوالي 50 عارض من مختلف المؤسسات النشطة في تجهيز اللوازم المدرسية الخاصة بدخول المدرسة لتلاميذنا. احنا كشركة فابس انا حاطين في الطبعة الثالثة للمعرض دخول المدرسة المسيد، والهدف تاعنا من هاد كي حطينا وسمو كي حطينا في لافوار هذه باش نساعدوا كل الشعب الفئات وكل الطبقات. الهدف تاعنا لترويج منتوجاتنا، عندنا منتوجات مصنوعة 100% في الجزائر كما سيارات، أقلام صبورة، أقلام تمييز وعدة أدوات أخرى. المعرض تاع مسيد هدايا ماشي العام الأول، سي عنده عدة سنوات هو، ورانا نشوف المعرض هدايا راهو كل عام يتطور، سنة بعد سنة يتطور سواء في الأسعار ولا في المنتوجات. بون لافونتاج اللي عندنا احنا كأولياء ولا اللي عندكم أنتم كأولياء، وبالمناسبة نقدم دعوة لجميع الأولياء يجيو لهنا المعرض هدايا بيسك فيه لو شوا، فيه الاختيار وفيه تاني أسعار تنافسية وفيه عروض خاصة راهم يقدموها للأولياء. جيت هذا الوقت باش ننقصوا شوية هكا، نشيلهم النص اللي يسحقهم الأساسيين اللي نعرفهم يقراوا بيهم يخدموا بيهم، ومن بعد كيزيدوا يعطوا لهم الورقة نزيدوا نكملوا لهم. كاين أدوات واش يسحقوا، أنا نشيت لهم واش يسحقوا، كيما المدور كيما الكراريس كيما المسطارات، بصح كيما ساكو دوات ما البري ماشي كيف كيما برا، شوية رخيص عليه. ساكو دوات شويه رخاص. عجبني الحال ولقيت كلش، وعجبني المعرض، شريت كراريس شريت مسطرات ومدور وغيرها وشريت كلش.